نبدأ بقى حلقتنا. نبدأ. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة طبعا. طبعا مش هعرفك طبعا، يعني معانا ابو عبد الله الجزار، يعني خلاص علامة مسجلة. مثلا طبعا مساء الخير طبعا عليك يا أستاذة طبعا، وألف سلامة طبعا عليك طبعا، الله يسلمك، وطبعا الحمد لله. بس برضو على جمهور بنات حوا وقناة الصح والجمال كلها طبعا، ربنا يخليك، حي شكرا الشعب ليك المصري جدا كله طبعا، واخواتنا طبعا الاكبار بعيدهم طبعا، كل سنه وهم طيبين. يا رب. والنهارده طبعا بقى يعني ايه، احنا في ظروف طبعا، انت حياتي اطباء مصر طبعا، وده شيء جميل طبعا طبعا، لهم كل ده التحيه ولهم كل التقدير طبعا، يعني كل على التحية المجهود والتقدير طبعا، هم ليهم، دول الجنود المجهولين دلوقتي في وأي حد يعني واقف بالظبط في الازمه. يعني بيساند البلد، وواقفين وقفة واحدة. طب يلا دلوقتي نبدأ النهاردة، قول لنا عايزين نعمل ايه. احنا مشتاقين ما هو مش دلوقتي مشتاقين للحمة. الناس قاعده في اللحمة البيت، الناس دلوقتي قاعده في البيت، المطاعم انا قفلت. اه احنا اتعودنا، احنا بقالنا 3 حلقات بنقول لهم يعملوا اكل في البيت، بالظبط كده وبنعمل لكل ست بيت ان هي تعمل اكل في خلاص البيت نظيف وكويس. بالظبط. دلوقتي انا المطاعم قفلت، فانا دلوقتي انا عايز اعمل اكل في البيت، اللي انا باكله في المطاعم بره. ايه اللي انا باكله في المطاعم بره؟ طبعا تمام. الحاجات اللي هي بتخوف، اللي هي المصنعات، زي ايه؟ زي الكفته، زي الحواوشي. تمام. فاحنا النهارده برضو هنعمل لهم ازاي؟ هيجيبوا اللحمه ويعملوا الحواوشي بتاعهم في البيت، ويعملوا الكفته بتاعتهم في البيت، وحاجه تبقى حاجه صحيه، حاجه. طب يلا نبدأ طيب بقى عشان انا هنبدا، مشتاقة بصراحة. هنبدا اول حاجه مثلا دلوقتي، انا بجيب رو عند الجزار، وليكن ما انا ما عنديش ثقه في الحواوشي الجاهز، انا عندي عايز اجيب حاجه في بيتي انا وانا اعملها. بجيب مثلا نص كيلو لحم مفروم احمر زي كده طبعا، تمام. لان انا ايه، مش هقول لو قلت لي انا للجزار اديني اللحمه ملبسه فهيقطع لك ملبسه، لكن انا دلوقتي انا عايز قطعه معينه انا هفرمها، فانا باخد القطعه اللي انا بختارها بفرمها، فانا فرمت نص كيلو لحمه وخلاص، انا اخترته وفرمته، يبقى انا ده معايا نص كيلو لحمه، ده كده هنا معايا هنا نص كيلو لحمه. الحواوشي من غير الدسامه دي ما يبقاش حواوشي، من غير دي دسم لوحده، بعيد عن ده دسم اللحمة لوحده، خالص. بعيد عن اللحمه خلاص، دي لحمه حمراء انا برضو كنت هسألك ايه ده. لا دي لحمه حمراء صافي خالص. اما ده الدهون او اللي هي الحاجات اللي فيها الدسم بتاع اللحمه، انا ده جايبه فرمه طبعا بقى، في ناس ممكن تفرم ليا ضاني، ممكن ناس تفرم اللي هو اللحمه ملبسه بتاعت اللحمه الكندوز، كل واحد حسب رغبته هو بياكل ايه. طيب ماشي. فانا جبت نص كيلو لحمه مفرومه، النص كيلو عليه قد ايه بقى؟ انا من الطبيعي انا بحط عليه 100 جرام اللي هو الدسم ده. وري ست البيت كده قد ايه ال 100 بص جرام دول، اهي يعني بالويم كده كده، هي دي ال 100 بايدك. جرام طبعا بقى، انا ممكن اقلل ممكن ازود حسب ما انا عايزه. حسب ما انا عايز. باجي جايب اللحمه دي كده اللي تمام. هو اللحمه، وادي حوالي ال 100 جرام اللي هم الدسمين على اللحمه المفرومه، وبجيب بصل. البصل بقى حسب الرغبه، الحواوشي بيحب البصل الكتير هي اللحمه اصلا بتحب البصل. بقى مش بس الحواوشي برضو، الحواوشي يعني من هو غير، اللحمه من غير ما هو بصل الحواوشي ده، ما تبقاش الحواوشي لحمه. كمان من غير بصل ما يبقاش حواوشي. فانا باخد البصل طبعا، بحط بصلايه اتنين تلاته حسب ما انا عايز ازود او حسب ما انا عايز اكل. باخد تمام. مثلا نسبه البصل دي مثلا حوالي دولت مثلا كده طبعا، البصل طبعا كل احجام، فانا باخد مثلا حوالي بتاع برضو 100 جرام برضو ايه، 100 جرام بصل، وبحط برضو الايه، الفلفل الرومي برضو زي ما انا احب، دي حاجه انا اتحكم انا فيها، فبحط برضو ده الحواوشي. ده الحواوشي، تمام. بحط الفلفل كده. وممكن تقريبا في ناس بتحط قوطه كمان، لا طماطم وحاجات القوطه دي كده، ممكن احط حبايه واحده طماطم. صغيره بس، لكن يعني ايه، القوطه دي يبقى لازم اعملها في ساعتها، ما ينفعش ان انا اعملها واشيلها، دي انا ممكن اعملها واحطها في الفريزر تقعد معايا فتره طويله. اما اي حاجه فيها طماطم وفيها الحاجات دي فدي صعب انها تقعد فتره يعني بتبوظ. فانا ماشي. خدت لكن انا لو هعمله دلوقتي ممكن احط ممكن طماطم احط عادي، حبايه احط صغيره، قطع قطع صغيره. صغيره بس كده، هتدي هتخليها تبقى مسكره شويه وطعمها كويس، سواء حطيتها ما حطيتش الحواوشي دي غلطه الحواوشي، بس هي الطماطم برضو بتفيد ما بتضرش. توابلنا ايه بقى؟ اهم انا ما حاجه بحطش بقى غير ملح وفلفل قصه اسمر، التوابل دي انا معاك. قصتي انا ما بحطش على كده، انا ده الطبيعي، انا بحط ملح وفلفل اسمر، لكن انت حضرتك بقى انت عايز على طول تحط بالظبط الفلفل كده. والملح بس. دلوقتي انت بقى عايزه تحطي جوز الطيب، حطي، عايزه تحطي نسبه كمون صغيره قوي حطي، عايزه تحطي بهارات، في 7 بهارات بيتباعوا جاهزين، بهارات جاهزه حطي، بس انا عشان اعرف، لان الفلفل الاسمر ده انا بجيبه واطحنه انا بس، فانا بحط الملح والفلفل الاسمر بس، بحط نسبه الملح حاجه بسيطه كده عليهم حسب النص اللي انا حاطه عليهم ده كده، وبحط الفلفل الاسمر برضو النسبه اللي انا برضو عايزها بس، تمام. واقلب كله ببعضه كده بقى.
لازم التوليفه دي كده كل يتقلب في بعضه طبعا، عشان انا ايه انا ما فرمتش كله ببعضه. لان انا ممكن لو اروح عند الجزار اخد له بصلايه اقول له افرم لي، الجزار هيقول لي لا انا مش هينفع افرم بصل دلوقتي في الماكن عشان بعدين البصل لما بيبقى قطع كده بيبان اكتر بالظبط كده. وفي حاجه ان انا في فرق ان انا اقطعه في ساعتها واسويه في ساعتها البصل، لان كل ما بيقعد مش صحي ان انا اقعد اخلي افرم البصل دلوقتي واروح بيه البيت وممكن اسويه بكره وبعد بكره، فلا فانا احب الحاجه تبقى فريش كده. تمام. فانا كده دي بقى هي دي خلطه الحواوشي. كلت حواوشي بس هي دي خلطه الحواوشي. وهنسويه دلوقتي برضو هناكل احلى حواوشي. طب دلوقتي انا ما عنديش شوايه في البيت. ما عنديش فرن في البيت. اعمل ايه؟ الطاسه. شايفه الطاسه؟ بس هي دي الطاسه دي كده. احنا معودين دايما بنات حواء ان احنا كل حاجه في برنامجنا تكون بسيطه بالظبط، ونقدم لك كل حاجه بسيطه ان انت تعملي لاولادك اي حاجه بره في البيت بامان. دي اهم حاجه. بالظبط. انا دلوقتي عملت الخلطه دي كده خلاص، بجيب العيش العادي اللي هو كده. ما انت فاتح ده ليه؟ لا ده عشان هعمل الكفته وارصها عليه يعني كده. ماشي. بس طب انا دلوقتي انت بص احسبي اللي انا التكلفه دي اللي انا عملتهم دولت كده ممكن يعملوا لي 6 رغيف نص كيلو. نص كيلو اللحمه اللي انا اخترته وجبه كامله. واهم حاجه معاها السلطه او الطحينه. طبعا بقى دي بقى بتحب مخلل بقى طحينه دلوقتي. بلاش مخلل بالذات في الظروف اللي احنا فيها دي. بلاش يعني بلاش الحوادق يعني. بالزبط. نحاول بقدر الامكان يا جماعه نقلل جدا من الحوادق علشان الفيروس والوضع اللي احنا فيه دلوقتي مش هيستحمل ان احنا ناكل اي حوادق. فخليكم في الخضروات زي ما اتفقنا ان احنا هناكل خضروات كتير، فاكهه كتير علشان نقوي المناعه. طيب انا دلوقتي باخد القطعه مثلا كده حوالي بتاع 100 جرام 125 جرام قطعه كده بالتقريب بقى يعني حسب انا حسب العيش اللي معايا حسب حجمه حسب ما انا عايزه مثلا يبقى اللحمه كتيره او انا برضه المفروض ما اعبيش الرغيف قوي، لو عبيت الرغيف قوي مش هيستوي معايا هيتحرق ومش هيستوي معايا، فانا بحط الحاجه اللي هي المعقوله بس. فانا عملت كده اهو، طبعا بجيب الطاسه دي كده وبحط بدهن الطاسه معلقه سمنه بسيطه خالص او ادهنها زيت بس واحط الرغيف كده. تمام. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ وهتاكلي حواوشي دلوقتي هيطلع نقعد بقى في الفرن ونقعد نستنى بس. لا لا انا دلوقتي ما عنديش فرن ما عنديش شوايه وعايزه انا في المطبخ، انا كده في مطبخ البيت عادي، ولو ان المطبخ البيت فيه فرن بس انا دلوقتي مش هقعد اولع فرن، ولكن انا دلوقتي خلاص في الطاسه دي كده بيقعد كتير كمان بالظبط كده. لكن انا دلوقتي كده خلاص هي بالطريقه دي كده مش الرغيف مش هياخد معايا 6 دقايق بالظبط او 5 دقايق وهيستوي معايا. تمام. حلوه قوي. ممكن نعمل 2 بس عشان نعمل الكفته كمان. هنعمل ان شاء الله. اكلني حواوشي بس انا عايزه كفته مستنيه. انا اكلك يا استاذه. هتعمل لنا الكفته ايه اللي هي بتاعت الحاتي دي ولا برضو في الطاسه؟ في الطاسه برضو. في الطاسه بقى. ما انا ما عنديش شوايه فحم، انا بقى لو عايز اشوي فحم دي قصه تانية سياخ وكده. خلينا انا دلوقتي بخاطب ست البيت اللي هي عايزه تاكل اولادها كفته بطعم الكفته اللي هي بتاكلها بره، بس حاجه مضمونه. حاجه انا عملتها في بيتي وقت كمان اقل. بالظبط. ولا حاجه انا اللي يعني حلاوتها ان انا اللي بعملها بايدي. واثقه، شايف عارفه واثقه من اللحمه اللي انا حطاها، واثقه من البهارات بتاعتي، واثقه من البصل انا غسلها كويس، الفلفل غسله كويس. حاجتي انا بجيب حاجتي اللي انا عارفها. تمام. انا بجيب ايه. تمام. فانا كده عبينا الحواوشي خلاص كده بقى قبل بس الحواوشي ما يستوي. هنعمل برضو الكفته. ماشي. نبدا في الكفته. نبدا بالكفته بقى كده. برضو انا جايب برضو نص كيلو لحم مفرومه برضو حمرا صافي. تمام. طبعا احنا قلنا الحواوشي من غير الدسم ده ما يبقاش حواوشي. طب والكفته؟ الكفته بقى ايوه حاجه بسيطه لا تذكر. هتسيح بقى وتنزل؟ هتسيح معايا. ما لازم كده عشان تدي عرق معايا وتدي الدسامه معايا، لانه هو الدسامه دي هي اللي بتسوي اللحمه يا ابو عبد الله. هي دي اللي بتسوي اللحمه. وفي نفس الوقت بتدي لي تيست. كل ده بيسيح بينزل على اللحمه بيدي لي تيست. لو انا الكفته بالدسم ده كده كده بينزل على بينزل من على النار. تمام. وفي نفس الوقت بيسوي لي اللحمه ما يخليش اللحمه ناشفه. فانا مثلا دلوقتي انا خدت 100 جرام على نص اللحمه المفرومه، خدت 100 جرام دسم او 150 جرام، انا عايز باخد على الكفته 50 جرام بس اقل. بس ودي برضو حسب الرغبه، لان انا ممكن احط دسم ده كتير قوي بس عندي حاجات تانية احطها ممكن تبقى كفته لو انا عايز ازود واكتر وعايز كميه. خليني انا عايز اوفر وعايز عندي كميه، هحط نسبه دسم كتير بس هجيب بقى ايه، هجيب شويه بقسماط احطهم، هجيب شويه برغل وابلهم واحطهم، هجيب شويه فول صويا. هتبقى معايا برضو كفته بس ده. انا دلوقتي بعمل الكفته اللي هي لحمه صافي. تمام. يعني بعمل كفته دلوقتي لحمه صافي.
تمام. طبعا ايوه انا بعمل الكفته لحمه صافي، فانا دلوقتي خدت النص كيلو لحمه، خدت برده 50 جرام من الدسمه دي كده، وبحط ايه بقى هنا، حطيت الحواوشي قلنا بيحب البصل كتير، الكفته ما بتحبش البصل الكتير. الكفته ممكن انا المفروض ان انا مثلا بسيطة. ببشر البصلايه وباخد وبنزل الميه بتاعتها خالص، بنزل الميه خالص واحط التفل بتاع البصل، ما بحطش البصلايه كلها الا اللي احط البصلايه كلها، وانا برده هسوي في ساعتها، لكن انا ما احط مش عايز ميه في الكفته، لان الميه غلط على الكفته وهتفكها. تمام. بحط نسبه بصل حاجه بسيطه قوي، مجرد بس طعم كده، وبرده اللي هو الملح والفلفل الاسمر بس، اصحابنا دول بس دولت ماما دولت اصحابك بالظبط كده. اه اهم حاجه بقى في الكفته اللي هي التوليفه دي بقى، ان انا اقعدها اعجن فيها كده لحد ما اخليها تعمل لي عرق يبقى كلها في بعضيها. في ناس تقول لك النهارده انا بعمل الكفته بتفك مني، بتفك منك عشان انت خدت اللحمه زي ما هي عملتها كده وخلاص، ما تولفتش، لازم في المكنه الكفته. يعني الحواوشي ممكن افرمها وش واحد عادي، اما الكفته لازم وشين او وشين او ثلاثه كمان. تمام. بص كده لازم تتولف كده. انا بقى لو عايز ازود الكميه دي، بدل ما اعمل نص كيلو كفته بس يعمل معايا 5 صوابع او 6 صوابع الكميه دي كده، انا لو عايز ازود بقى الكميه هزود بقى ايه، بقسماط هيزود معايا ويمسك معايا، برغل وابله مثلا انقعه شويه وبعدين برضو اولفه فيه، كل الحاجات دي هتزود معايا الكميه. لكن انا دلوقتي بتكلم على كفته حاجه طبيعيه، حاجه انا بعملها بايدي. لكن دي ممكن انا استخدمها على السيخ اللي هو الحديد، على السيخ او طبعا استخدمها الحديد. اه في اللي هي الصوابع اللي هي الحواوشي بقى كده الخشب. اه ما شاء الله كده، ده الحواوشي بقى تحفه. ده الحواوشي بتاعنا كده، ممكن برضو ايه شو اول ما ياخد اللون الحمار ده كده خلاص كده استوى. كده استوى. اه كده استوى، وهاكل حواوشي بطعم مختلف بقى. طب دلوقتي انا خلاص عملنا الكفته خلاص كده، اهم حاجه قلنا هي ايه، التوليفه، لازم ان احنا نعجنها كويس. بالظبط كده. انا دلوقتي الكفته دي المفروض عشان اكلها صح الكفته بتبقى على الفحم، بس انا دلوقتي ما عنديش شوايه في البيت وهولع فحم يعني، فانا عايز الكفته دلوقتي اكلها، اكل كفته مضمونه، وعايز اعملها انا في البيت. ممكن اعملها في طاسه عاديه زي كده او في صينيه بقى. طيب. همسك بقى القطعه كده مثلا كده، ما احطلهاش حاجه من جوه ولا اي حاجه، اصبع كده بصبع كده، باخد القطعه مثلا كده 50 جرام كده ولا حاجه على ايدي كده. طب ينفع بدل ما احطها مثلا في على الطاسه، ينفع ان انا اصبعها كده احطها في صينيه احطها في الفرن طبعا، ولا ايه؟ هي المفروض الكفته كده، المفروض الكفته لو انا صبحت كده خلاص كده. طب احط معاها ماده دهنيه ولا احط شويه بدهن ميه الطاسه بس تستوي ولا بدهن ايه؟ ما لا الصينيه يا ابو عبد الله، انا الصينيه ما بحطلهاش ميه، لو انا هحطها في الفرن اي مشويات او اي حاجات دي انا ما بحطش ميه، ما بنحطش ميه. اه لان انا بدهن بس الطاسه بس عشان حاجه ما تلزقش معايا. اه فبدهن الطاسه بس كده، وهي اللحوم دي بتنزل دسمتها في مكان السمنه وهي بتسوي نفسها منها فيها. طب الكفته دي ينفع احط معاها مثلا بقدونس؟ ونشوف الراجل كده بيبقى حاطط بقدونس وحاجات كده، دي فيها ولا الخضره كلها ولا الأكلات. ايه الشام بيحبوا يعملوا الكفته بتاعتهم بالبقدونس، ولهم يعني اكل معين هم بيعملوه، انا بتكلم على الكفته احنا هنا كمصري، ممكن نحط فيها بقدونس مفيد تدي طعم بس اكتر، ده مش هتبقى كفته الحاتي اللي هي كفته اللي انا باكلها بره، انا عايز اكل كفته كباب. كبابجي بيحطها لحمه بس بالظبط، بيحطها هو الكباب ما بيحطهاش لحمه بس. الكبابجي بيحط مكوناته وحسب هو بيبيع بكام، فبيزود بقى حسب التكلفه عنده، ده الكبابجي بيعملها عمليه حسابيه بالنسبه له هو كده خالص يعني. اما انا دلوقتي بتكلم في البيت ان انا عايز اكل كفته طبيعيه، انا عايز اكل كفته انا طيب حاجه طيب انا عاملها بيدي. بتقليش بتحرق ولا ايه؟ بتقليش. شفت بقى؟ لا ما اتحرقش كده، شمام انا بشم تطلع استوت خلاص. ست بيت ممتازه طبعا. الكفته دي المفروض لو انا عايز اكلها وعايزه يعني عندي اطفال وعايزه اوفر، وانا احنا طبعا احنا هدفنا في البرنامج هنا ان انت حضرتك برضه تعمل الحاجه في البيت والناس تستفيد، وعايزه ازود فانا عايز اكل الكفته دي اكلها بطعم الكفته وفي نفس الوقت انا استفيد منها. انا ممكن اجيب الصينيه اللي انا بعمل الصينيه كده، واقطع البصل ده بقى ترانشات، ترانشات بصل، ترانشات طماطم، ترانشات فلفل حسب الرغبه، حامي او
او بارد. تمام، ده لو انا هعملها في الطاسه واحطها، هعملها في الصينيه في الفرن، في الصينيه واحطها في الفرن. ممكن بقى اجيب مثلا بطاطس او اي خضار واحطه في الصينيه فوق البصل. أيوة. اي خضار انا عايزه. أيوة. وهمسك الكفته، هصبع الكفته زي ما انا صبعتها كده، وهرص الكفته دي فوق البصل والطماطم اللي هي بتكرنس حلقات كده وتخش الفرن. الكفته هتستوي معايا. ايوه. واللي هينزل، واللي هينزل من الكفته ده أيوة هينزل على الايه؟ هينزل على الخضار. يبقى انت اديتي ولادك بالظبط كده فايده اللحمه، وبرضو عملت لهم خضار وكلوا خضار كويس وكل حاجه بالظبط باللحمه وعلى فكره الولاد على فكره او الاطفال عموما بيحبوا ياكلوا الكفته واللحمه المفرومه، ما يحبوش ياكلوها كده قطع. ايوه طبعا ما بحبش، كل عايزينها صوابع. يعني انت حاولي بقى يعني تنوعي الاكل لاولادك علشان والنهارده على فكره عشان طبعا رمضان قرب مننا، كل سنه وانتم طيبين. حلقتنا النهارده كلها مطبخ، يعني فقرتين مطبخ، الفقره الثانيه برده هتكون مطبخ علشان نقدر نوصل لك كل حاجه تساعدك في المطبخ واكلات كويسه ان انت تعمليها في البيت في رمضان. وطبعا بقى مش هيبقى فيه عزومات، الحمد لله ترحمنا ابو عبد الله السنه دي. طبعا محدش يروح عند حد من العزومات، اقعد في بيتك. كل واحد يقعد في بيته، يقعد في بيتك وكل اكلك على قدك. اعملي بقى كل يوم تنوعي الاكل، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي كلها وفي رمضان باذن الله هنعمل لك اكلات متميزه، وهيكون معانا فقرات متميزه جدا ان شاء الله عشان تفيدك. يقعدوا في البيت يقعدوا في البيت بس يجيبوا، يتصلوا بيا ويجيبوا لحمه من عندنا. ماشي اوردر لا، وان شاء الله برضه هنعمل لهم حاجات برضه يعني العمال. شوف انت عملت تالت ليه؟ عشان نعمل الكفته بقى. هتتعمل الكفته سهله وبسيطه، مش هتاخد حاجه عشان خلاص. الوقت حاضر، بس الوقت معاك بيخلص بسرعه ابو عبد الله بصراحه. انتوا بقى الوقت معاك حلو قوي. الله يخليك. كده احنا فاضل لنا ايه؟ دقيقه ليه كده؟ طيب دقيقه ممكن نشيل بقى الحواوشي. خلاص كفايه كده، انا هشيل الحواوشي كده. المهم بس ست البيت تشوف الكفته بالظبط كده. انا دلوقتي خلاص بقى، انا الطاسه انا ممكن اعملها بنفس الطاسه اللي فيها المفروض. طبعا الطاسه ماشي ماشي عادي، مفيش يعني الطاسه المفروض انا بشيلها عشان ايه، لكن انا الكفته دي كده مش هتفك معايا. يعني كده اللحمه كده خلاص اهي، حطينا ماده دهنيه ولا ايه؟ مفيش، ما هي الماده الدهنيه موجوده اللي هي هي هتنزل يعني منها. انا اهم حاجه الناس كلها، مشكله الناس كلها يقول لك الكفته بتفك. هي قصه ايوان، هي القصه دلوقتي ان هي بتفك. احنا عملنا لك ان هي ما تفكش ازاي، وعملنا لك الطريقه اللي هي بتاعه الحاتي ان انت ممكن تروحي تشتريها من بره. لا انت هتعمليها في البيت، هي قصه التسويه عادي، كلنا عارفين التسويه ازاي، لكن ابو عبد الله وراكي ازاي ان انت تعملي الكفته في البيت بامان وبنظافه، وتحطي كل التوابل اللي انت عايزاها. وعملنا لك الحواوشي كمان. شفت الحواوشي شكله عامل ازاي؟ حواوشي ده اللي كلنا بنقعد نجري بره نشتريه من بره اهو. ما انا حاجه يعني انا عاملها، جبت انا اللحمه جدا جدا جبت اللحمه وجبت الماده الدهنيه بتاعتي اللي انا بحطها وادي البصل والفلفل، كل الحاجات دي سهله. سهله بس جدا. انا اكلت الحاجه دي وانا مطمن ان انا باكل حاجه انا عارف مصدرها ايه. والكفته برضو قصه الكفته عشان اللي هي بتفك بالناس اللي هي التوليفه دي اهم اهم تكه. احنا كل حلقه بنديكي تكه صغيره اللي هي التوليفه اللي هي بص ان انا بعجن اللحمه كده، اهم حاجه اقعد اعجن فيها كده لحد ما تعمل لي عرق كده، يبقى اللحمه معايا كده ليها عرق كده. وعدناهم ان احنا نعمل لهم مصنعات اللحوم كلها، فالتكات دي خلي بالك منها قوي. وان شاء الله برضو هنعمل لهم برضو هنعمل قسم كده خاص كده في VIP لوحده برضو كده لعملاتنا اللي طبعا الناس قاعده في البيوت وكده، برضو هنعمل لهم حاجه خاصه كده برضو، هتبقى قطعه مميزه فقط لا غير ان شاء الله. ان شاء الله دي انا دلوقتي انا الكفته خلاص كده انا بقلب كده. قلنا بقى الكفته انا الكفته بقى لزقت معايا فعلا ولا فكت مني. ايه ده احنا بتلزق مننا بعض؟ طب انا بقول لك ولا فكت مني. انا بقى لو جبت هنا بقى كنت انا حاطط بقى ترانشات بصل او ترانشات فلفل او الحاجات دي كده، وحطيت الكفته دي فوقيها، الكفته هتفضل كفته زي ما هي، هتستوي معايا. واللي هينزل منها هينزل منها على الخضار على الخضار اللي وسط، وهو كمان يبقى هيدي لي طعم، هيدي طعم الشوي في الخضار. وخدت الكفته كفته وانا استفدت. لو انا عايز اوفر عايز اعمل كده طبعا، عايز استفيد بيها مثلا ان انا اكلها على الفحم، بجيب انا بقى طبعا السياخ، لو انا عندي بجيب الخله الخشب الخله دي كده وبصبحها، وممكن احطها على شوايه لو انا عايز اكلها بطعم الفحم. تمام. لو عايز اكلها بطعم الفحم وانا ما عنديش شوايه، ما عنديش شوايه فحم، بجيب الصينيه برده كده وبدخل وبصبع الكفته دي وبرصها فيها، وبجيب بعد ما الكفته بتستوي بجيب فحمايه، بجيب ورق سلوفان كده او حاجه بحط فيها الفحمايه ونقطه زيت صغيره عليها، هتلاقي عمل الدخان كتير قوي، الفحمايه مولعه هتعمل الدخان كتير قوي، باجي قافل الصينيه بخلي الدخان
يتفاعل مع الكفته، يبقى انا اكلت الكفته برضه بطعم الفحم اللي بره. بطعم الفحم. بس. بنشكرك جدا يا ابو عبد الله. تعب فزت كله. على المعلومات الجميله اللي انت قلتها لنا. بس فدنا احنا كل مره بنفيدهم بجد يعني، احنا بنشكرك قوي قوي وان شاء الله نشوفك الحلقه الجايه باذن الله. ما تروحوش في اي حته، احنا راجعين لكم تاني. انا هاجس في رمضان استكل. ماشي. انا هاجس في رمضان ان شاء الله. انا هاجس سنه وانت طيب. حضرتك تاجس في الكل. ما تروحوش في اي حته، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني.